تشارك مملكة البحرين العالم في المؤتمر الأممي حول تغير المناخ المزمع عقده في باريس في الثلاثين من نوفمبر الجاري وحتى الحادي عشر من ديسمبر المقبل ويشارك في المؤتمر حوالي ثمانين رئيسا ووفودا عالية المستوى لبحث اتفاق جديد يلزم دول العالم للحد من انبعاثاتها المسببة للاحتباس الحراري التفاصيل في سياق التقرير التالي يستعد العالم هذه الايام لاستقبال مؤتمر اممى حول تغير المناخ يعد الاضخم والاكثر اهميه من بين المؤتمرات الامميه التي عقدت حول هذا الموضوع المؤتمر سيعقد في باريس في الفتره من الثلاثين من نوفمبر الجاري الى الحادي عشر من ديسمبر المقبل بمشاركه اكثر من ثمانين رئيس دوله بالاضافه الى الوفود الاخرى عاليه المستوى من رؤساء حكومات واولياء عهود يهدف مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ كوب 21 إلى إقرار اتفاق جديد أو بروتوكول نافذ يُلزم دول العالم على حد سواء للحد من انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن يترتب عن هذا الالتزام العالمي انعكاسات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتفاقية ومن ضمنها مملكة البحرين. تلك الالتزامات تمس الدول النفطيه والصناعيه بالدرجه الاولى اذ انها مع مواجهتها لازمه انخفاض سعر النفط ستواجه التزامات اخرى لا تقل اهميه وهي الالتزامات البيئيه كل ذلك يتعلق بموارد الطاقه وتشغيلها وسخونه الارض والاحتباس الحراري وارتفاع منسوب البحر الذي يهدد الكثير من الجزر في العالم وغيرها من المواجهات التي تلزم العالم باتخاذ اجراءات حيالها ما يعني ضرورة الاتفاق السياسي الواضح قبل أي اتفاق بيئي. قامت مملكة البحرين بإعداد تقريرها حول مساهماتها المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات، وتم اعتماده من الجهات المعنية ورئاسة مجلس الوزراء، ويستعرض التقرير بشكل عام الجهود القائمة والمستقبلية التي تقوم بها المؤسسات المختلفة بالمملكة في مجال التخفيف والتكيف. وتساهم في خفض الانبعاثات الغازيه. وتستقي مملكه البحرين مواقفها التفاوضيه بشكل خاص من موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والمجموعه التفاوضيه العربيه لتغير المناخ بجامعه الدول العربيه. كما يرتكز موقف مملكه البحرين على مبادئ اتفاقيه الامم المتحده الاطاريه لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو التابع لها. بما يحتويان من مبادئ واحكام قانونيه ملزمه والتي تعكس اسس التعاون الدولي في هذا المجال